حلوين. فيديو النهارده هيكون مفضلات الشهر، اقول لكم ايه الحاجات اللي عجبتني خلال الشهر ده 8 و7 كمان، لان الشهر اللي فات ما عملتش، فهقول لكم الحاجتين اللي عجبوني في الشهرين دول، وكمان هقول لكم الحاجات اللي ما عجبتنيش قوي، يعني استخدمتها وما عجبتنيش او في حاجات طلعت وحشه قوي فهقول لكم برضو عليها. بس قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه، فولو مي على انستغرام، بسيب دايما اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. طيب اول حاجه استخدمتها وحبيتها قوي البارفانين دول، هم مش بارفانين، هم بادي ميست يعني، بس حلوين قوي يعني. ده خلاص قرب يخلص اهو، ده كان عندي منه البرفيوم بتاعته اللي هي في من ورا كده جناحين ذهبي عليها، حلوه قوي، اللي هي اسمها فيكتوريا سيكريت انجل تقريبا، او سيكريت انجل حاجه زي كده، بس ده اسم البادي ميست. وانا خلاص تقريبا قربت اخلصها، ريحتها حلوه قوي فريش، اي نعم مش اثبت حاجه في الدنيا، بس ناعمة قوي وحلوة قوي، يعني تحس ان هي فيمنين كده. ثباتها مش اعلى حاجة يعني، هي ساعتين مثلا كده وتبتدي انت بقى تشميها، يعني انت تعملي كده عشان تشميها، انما حد يشمها عليكي او كده لا، ما مش النوع ده. فكنت دايما بحب ان انا احطها، يعني مش ممكن برضو تحطيها وانت رايحة تنامي، فمش هتحسي ان هي قوية قوي يعني. فدي حاجة من The Body Shop اللي هي Japanese Cherry Blossom، ده برضو البادي ميست بتاعهم او الفريجرنس ميست، ده ريحته جميلة قوي. انا اكتشفت اصلا ان اي حاجه مكتوب عليها جابانيز تشيري بلوسم انا بحبها، يعني في برضو في باثم بادي واحده زي دي مكتوب عليها جابانيز تشيري بلوسم انا برضو بحبها جدا، في اي حاجه بالتشيري بلوسم انا بحبها. ريحتها انتعاش بقى، انتعاش يعني اللي هو انت لسه مستحميه وخارجه من الحمام كده، ريحتك فل ونظافه وريحتها حلوه قوي قوي، وبرده ما بقالهاش كتير عندي وخلصت نصها، فدي من الحاجات الحلوه قوي. يعني انا مش بيك فان للذا بادي شوب اصلا، بس دي من الحاجات الحلوه. الميك اب واكتر حاجه حبيتها في الميك اب كنت بستخدمها الشهر ده كله ما كنتش بستخدم غيره تقريبا، اللي هو البلاشر ده من ذا بادي شوب، ده اللي هو درجته رقم 3. بصوا شكله من جوه هو كله شيمر، يعني بيخلي لما كنت بحطه ما كنتش بحط هايلايتر، وهو كذا لون، فانتوا طبعا ممكن تاخدوا كل لون يعني كاي شادو او كده، بس انا ما بعملش الحركه دي، عموما بخلطهم كلهم واحطه. كان بيدي جلو للوش حلو جدا، وكان بيطلع الوش لونه برونزي كده، كان حلو جدا جدا، وده من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها وما كنتش متوقعه بصراحه ان انا احبها. ممكن اعمل لكم منه سواتش برضو، بصوا درجة برونز كده حلوة جدا، كمان في الوقت اللي احنا فيه دي لمعة حلوة من غير ما يبقى فيها نقط جليتر، يعني هي فيها شيمر كده او شين بيخلي شكل الوش حلو من غير ما يبقى فيها نقط جليتر باين. كمان البلاشر ده من ماك حبيته جدا، جربته مجرباه مش من كتير يعني، تقريبا ده من اول شهر 8، ما كانش قبل كده يعني، وحبيته جدا. اللي هو اللاين اللي اسمه جلو بلاي بلاش، ده لاين جديد هم كانوا منزلينه، بس يعني مش جديد قوي بقاله فتره يعني، بس انا ما جربتش منه حاجه. وجربت اللون ده، هو يبان فاقع بس هو بيطلع على الخدود حلو جدا. طبعا اول لما بتحطيه هو مش كريم ومش باودر، بس اول ما بتحطيه ايدك يعني بصوا ايدي بتعمل ازاي، شكله غريب، بس اول لما بتحطيه وتدمجيه اللون بيبقى خفيف جدا وبيبقى شكله حلو قوي، مظبوط قوي كده يعني، اللون تشوفيه كده تقولي ده فاقع، ده من افقع الالوان الموجوده عندهم يعني اقواهم، في الوان اهدى من كده، بس لما تحطيه تحسي ان انت يعني طبيعيه جدا يعني، فحلو جدا. ثباته كمان عالي، كنت بحطه ما كنتش بحط فوقه بلاشر باودر يعني، وكان بيفضل ثابت فتره طويله جدا. ده اللي هو درجته اسمها نو شيم، ده شكله من ورا. كمان الليب جلوس ده، انا اصلا مش من هواة الليب جلوس، بس انا حبيت قوي الليب جلوس ده اللي هو بتاع ميبيلين، اسمه ليفتر تقريبا الدرجه دي، انا كنت قلتها في التوب 5 جلوسز من الدراج ستور، كان ده واحد منهم حلو جدا، درجة دي 005 اسمها بيتل، ده الدرجة بتاعته اهي. هو من جوه شبه بتاع فينتي بيوتي قوي، الابليكيتر بتاعته كبيرة حلوة، وفي من جوه كده نقط شيمر صغيرة، ما عارفش هتبقى باينه لكم ولا لا، بس اولا ريحته حلوه، بيخلي الشفايف تحس ان هي بلومبنج كده وشكلها حلو، وفي زي كده زي حاجه بتحس ان في حاجه بتشككه، بس حاجه احساس بسيط يعني، هو بس على اساس ان هو يعني بيعمل بلومبنج للشفايف وكده، بس هو احساس بسيط خالص، طبعا احساس وقت يعني، وهو بيروح بعد كده يعني، مش بينفخ ولا حاجه يعني، وهو مكتوب عليه ان هو بالهيانريك اسيد، طبعا سيبكم يعني الكلام ده، بس هو بصراحه كمنتج حلو جدا، كنت حتى بحطه لوحده يعني، هو لونه لوحده كفيل
ان انت مش لازم تحطي ليبستيك من تحته، لونه لوحده حلو، كنت بحطه لوحده، كنت بقعد فيه في البيت، ممكن تنزلي بيه يعني، حلو جدا لكل يوم وبيخلي الشفايف جوسي كده وشكلها. اخر حاجه حبيتها بقى في الميك اب اللي هي الماسكارا دي بتاعه بينيفيت، برضو كنت عملت فيديو عنها، من احلى الماسكارات اللي انا جربتها بصراحه، ما كنتش متوقعه ان انا احبها كده، ودي اللي انا مستخدماها النهارده. حلوه جدا، فرشتها طبعا قربت اخلصها اصلا لان هي دي الترافل سايز، وده شكل الفرشة بتاعتها من جوه، حلوة للرموش العلوية وحلوة للرموش السفلية، مش بتخلي الرموش مكلكعة ولا بتجمع الرموش في بعض وتفرقها وتطولها، وبتدي كثافة حلوة كمان. فبالنسبة لي دي عايزة اجيب منها الفول سايز، واصلا لما كنت في سيفورا يوم ما جبتها انا قلت للبنت انا عايزة الترافل سايز عشان اجرب وكده، قالت لي احسن لك هاتي الفول سايز لان هيبقى اوفر لك يعني في السعر وكده، فقلت لها لا انا عايزة اجرب الاول علشان ما بقاش يعني جبت حاجة ودبست فيها وكده. فبس بصراحة كان عندها حق يعني، انا حبيتها جدا وخلصت يعني، ما معتش فيها كتير. فدي حلوة، دي اللي هي من بينيفيت زي ريال ماجنت، ده شكلها اللي هي بالمغناطيس عشان في العادية بتاعتها زير ريال بس من غير كلمة ماجنت دي. نيجي بقى عند الحاجات اللي انا ما حبيتهاش خالص خلال الشهر ده، يعني الحمد لله هما مش كتير، هما حاجتين بس بجد يعني حسيت ان هو عارفين يعني حاجة استخدام مرة واحدة كده. يعني اولا الايلاينر ده وحش جدا، الباكجينج رائع، السن بتاعه التب حلو قوي، ترسم خط رفيع وبريسايز وكل حاجة، بس بصوا اللون بهتان قد ايه. وانا ده من اول مره استخدمته، يعني انا استخدمته مره كان حلو قلت واو جميل، جيت تاني مره استخدمه لقيته بالمنظر ده. يعني هو هتجيبي حاجه وتحطي فيها فلوس عشان تستخدميها مره واحده؟ مش ممكن يعني، طب اقعد حبه يعني 10 مرات طيب او كده، بينشف بسرعه ولازم كل مره يعني لو عمل عين خلاص العين التانيه انسيها بقى، وما بيكتبش على لو انت حاطه لون شيمر فوق عينك، لون بيلمع يعني او كده، مش هيكتب فوقه يعني، مش هيعلم اصلا فوقه، هيطلع عينك برضو مش ثابت في مدمع العين، وما بيرسمش حلو، لازم تضغطي جامد. بصوا يعني بصوا من التب بتاعته عامله ازاي، ومن جوه اللون يعني وحش قوي قوي بجد، وما يستاهلش الفلوس اللي دفعت فيه. صحيح هو مش غالي بس مش حلو بصراحه خالص. تاني حاجه ما حبيتهاش هي الاي شادو ده من ميبيلين اللي هو اسمه كلر ستيك، انا ما اعرفش بصراحه بقيه الالوان ايه، بس الدرجه اللي معايا دي رقم 45 اسمها تشيس، هي مات مش شيمر عشان هم عندهم حاجات شيمر. بصوا ده لون الدرجة، هي يبان على الايد كده حلوة بس على العين فاتحة قوي، وبتقعدي يعني بقعد اعمل كده كتير علشان اطلع منها لون، وبعدين بقعد ادخل تاني من جوه البرودكت جوه يعني، فانت بتقعدي تدخلي بقى كذا مرة عشان تعملي عينك من فوق ومن تحت، المفروض ان هي يعني دي حاجة كده بتعمليها وتخرجي على طول، حاجة سريعة يعني من غير بقى ما تقعدي تحطي اي شادو كده، ومش حلو خالص، مش بهتان قوي على العين ومش بيطلع انتنس يعني، هو اللون هنا قوي بس مش حلو، مش عاجبني خالص بصراحة. يمكن الالوان الشيمر او الالوان اللي هي بتتحط على الليد بتاع العين حلوة، بس انا جربت المات ده وما عجبنيش خالص، تحسي ان انت ما تحطيش حاجة وعمالة تبذلي مجهود على الفاضي يعني، عمالة تحطي القلم وترجعي تاني لعينك وتحطي وتاخدي يعني تاخدي وتحطي وتاخدي وتحطي، ومفيش اي رياكشن خالص، بتاخدي وقت كبير جدا، فالاحسن لك ان انت تستخدمي الاي شادو العادي اصلا. وبس كده يا حلوين، دي كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.